كل الدنيا عم تحتفل بولادة المسيح المخلص ابن الله الحي، وأكيد بأصواتنا رح نكون كمان عم نمجد الله، عم نمجد هالولادة المجيدة. وأصواتنا أوقات بتكون فعلا بما أنها عطية من الله، بمطرح من المطارح لازم تكون مكرسة كمان لله. رح نستقبل اليوم بأي ويتنس بشارة مفرج لنشهد على كمان سكسس ستوري، لأنه بشارة ترك لبنان بعمر كتير صغير، وهدفه كان أنه يكون عم بينمي صوته بشكل فعلا أوبيرالي. رح تسمعوه اليوم رائع، بس كمان رح نسمع منه ترانيم ميلادية. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. سكسس ستوري صحيح، لأنه إذا بعمر 17 سنة قررت وعرفت شو بدك، وعرفت أنه أنت طريقك هي طريق الأوبرا، يعني القرار بهيدا العمر منه قرار هين، كان ديسيزيون صعبة. ولو ما هن اقترحوا علي انه انا ابقى هونيك، ما يمكن لهلا كنت بعدني بلبنان. شارع انت كنت بكورال الاند يو، ويعني بالصدفه كنت موجود بروما وحدا سمعك؟ كنت بالصدفه موجود بروما وسمعوني وقالوا لي تاع روما نحن بنعلمك تغني معهم بالكواير. تعلمت هونيك فتره، رجعت نزلت على اكاديميا بباليرمو، عملت ماستر كلاس، رجعت طلعت على باريس. وعايش يعني بعمر 17 سنه كنت عايش مع حدا بروما؟ كنت عايش معهم بالبيت هون، مع عائله. مع عائله يعني عائله حضنتك لحتى تكون موجود بروما، قريب من كل يعني المناهل الاوبرا، لحتى تكون عم تقدر تكمل دراستك بهالموضوع بالذات. واليوم انت عندك عقود بالخارج وبتغني اوبرا دوما. مزبوط. الأوبرا هي بالمبدأ مش كونسير عم يتغنى، هي مسرحية غنائية عم تنعرض. بنعمل أوديشن وعلى أساسها بيقبلوا سينجرز أو لا. واليوم أنت شو الكونترا تبعك؟ اليوم عم غني باربيري دي سيفيليا بتوسكانا اللي هي لوكا، بيزا وليفورنو، وب 2015 بنوفمبر 2015 بنوفارا. واليوم انت بلبنان، لانه رح يكون في ب 27 شهر باوتيل البستان كونسير خاص طبعا بعيد الميلاد. مزبوط. الكونسير اول شقفه منه اخذه طبع ميلادي اكيد، معي كورال اولاد صغار تبع الانديو القسم منهم، وثاني قسم من الكونسير رح بيكون اوبرا مع بيانيست جورج اسيس وفيولون ماريو الراعي، مع اورجانيست فادي خليل. هالشباب والصبايا الصغار شو عندهم التزام بالموسيقى عن عمر كثير صغير؟ اليوم معنا كورال ليسي شارلمان ب 27 باوتيل بستان رح يكون معك، لكن كورال اند يو شباب وصبايا صغار عندهم هالقد مثابره على هالنوع من الفنون اللي كثير صعب. مزبوط. يبلش الولد من عمر صغير كان يدق موسيقى او يغني كثير منيح، بتكون ثقافه مختلفه اكيد. سمعنا شيء من الترانيم يلي رح تكون بكونسير البستان او غير ترانيم ميلاديه هيك تنفوت باجواء العيد اكثر؟ ميلاديه؟ اوكي. I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know. When the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. شكرا لك بشارة لهالصوت الحلو كمان. طبعا يعني وجودك بالخارج، لانه الاوبرا مفتوحه بالخارج، اليوم انت بايطاليا. مزبوط. والاوبرا مفتوحه دائما بايطاليا، بلبنان ما في هالكثافه، ولكن دائما ترجعوا على لبنان باصواتكم الحلوه والرائعه لحتى يكون عندكم يعني مطرح بيناتنا، ونكون نحن كمان عم نستمتع باصواتكم الحلوه. كمان لفته كثير حلوه منكم، على امل انه هالكلتير تصير موجودة أكثر بلبنان. مثل ما بقول على طول، بنلحق العالم لمطرح ما هي بتحب تروح، بنروح نايت كلابز، بنروح على مطاعم، مطرح ما هي بتكون موجودة لنسمعهم أشياء هن مش معودين عليها. والأوبرا بس أنا بلشت غني من 13 سنة بلبنان،
ما كان إلا مطرح، كنا مجبورين نروح لبرا. هلا عم نعمل أوبرا كل سنة، الجامعات عم تجتمع والكونسرفاتوار عم يجتمعوا ويعملوا كل سنة أوبرا، على أمل إنه يصير عندنا أوبرا هاوس. إن شاء الله. بهالوقت أنتم كلبنانية موجودين بمختلف أنحاء العالم، على كل حال في أكثر من صوت لبناني بالخارج، عم بيكون سفير للبنان، عم بيبيض لنا وجهنا أكيد، بس كمان عم يحكي باسمنا وعم بيخبر مين هو اللبناني. مظبوط. وهيدي كمان رسالة كثير مهمة للعالم. كثير صعبة أصلاً يقبلوا بالأوبرا عربي، مش بس لبناني. نعم. عربي يغني، لأنه بدهم يبرهنوا للدولة ليش مش أوروبي، ليش عم ناخذ؟ يعني إذا ما كان عن جد سبيسيال أو عنده شيء ما رح ياخذه. فإذا هل صوت سبيسيال رح نسمعه بأوتيل البستان ب 27 شهر بكونسير رح يكون؟ فإذا أول قسم منه ميلادي، والقسم الثاني؟ القسم الثاني أوبرا مودرن، تما نروح كثير أرياز من أوبرا تنضل بنفس الكادر. رح نغني مودرن بالمبدا، بتسمعنا كمان مع بيانو ومع بيانو وفيولون. انا ما صدق اثر معك الميكرو يعني وطميعه. بعتقد معهم سي دي جديد يلي فينا نسمع سي دي اللي هو البوم جديد رح ينزل على الاسواق يعني. مزبوط. البوم رح يكون فيه لكن ما رح نقدر نسمعه، رح نسمعك لايف، ولكن الالبوم رح يكون فيه اكثر من اغنيه باوبرا مودرن. مظبوط. سمعني. حابين يسمعوك. Qui dove il mare luccica e tira forti il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento una braccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce ricomincia il canto te voglio bene sai ma tanto tanto bene sai è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Hello, Tier. موفق اكيد بشاره مفرج. برجع بذكر المشاهدين انه البوم بشاره مفرج بالاسواق اللبنانيه، كونسير بشاره مفرج باوتيل البستان ب 27 شهر، وهيدي هالنوع من الكونسيرات بخلينا نفوت اكثر كمان واكثر باجواء الاعياد. وفعلا يعني الكونسيرات بفتره العيد هي حياه ثانيه وجو ثاني اكيد. بعد عنا دقيقه بس حتى لي شوي نستوضح منك هالتمرس بالغناء الاوبرالي، هو تمرس دايم ويعني تمرين دائم ما بيوقف، او بتوصل لمطرح بيصير خلص بتصير مالك الموضوع؟ تنحكي عن الاوبرا ان جنرال، لانه الاوبرا تمثيل وغنى برا، بس نكون شغلنا من 9 ل 9 عندنا ساعه فراغ بالنص، نعمل يوغا، نعمل تمثيل، نعمل اكسبرسيون وجه قبل الظهر، وبعد الظهر غنى. والغنى اذا عضلات، يعني عضلات الصوت اذا ما مرنتيها بتخزلك اوقات. فاذا تكريس دائم بيكون. مظبوط. تكريس دائم لهالنوع من الفنون. عم نشوف على كل حال صورك بتصور كونسيرات هون، مش بمسرحيه اوبيراليه، بكونسيرات ومع فرق كثير كبيره. شكرا لك بشاره مفرج وليد المسيح، هللويا، ميري كريسمس لك وينعاد عليك، وان شاء الله بنشوفك بلبنان اكثر من هيك كمان وبنسمعك اكثر. ان شاء الله خير، ينعاد عليكم، ميرسي بوكو. يا هلا. مشاهدينا وقفه هلا وبنرجع بنتابع نحن وياكم الايف، عشان رح نكون مع ليجندز، رح نتعرف اكثر على سان نيكولا. وليد المسيح هللويا، وليد المسيح.